كيف دايرين لاباس عليكم؟ مزيانين راني انا ومنى النهار جينا وكنا كنتعاودوا انا وياها. المهم بغيت ندير شي ديكورات ان شاء الله في الدار. ايوا وجيت عند منى وقلت لها تبارك الله عندك داكشي متول عجبني. شوفوا بارطاجي معايا طيبه وحنينه وزوينه. قالت لي شوفي منى انا تنبغي ديكورات زوينين، تنبغي شي حاجه تكون زوينه في داري عاد نبارطاجيها مع البنات ديالي بنات الخير. تفعوها وتاصطليو معاها راه السيده غزاله والله الا طيبه طيبه. ما عمري انا شفت شي وحده دور 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 وما تتاخذ حتى شي حاجه من عند شي حد. زعما داكشي لي لا لا عطيتيها شي حاجه تقول لك لا 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 هذه فيها الخير. والله الا تتعرف قيمه الحاجه. الله يرحم لك الوالدين وشكرا لك ومرحبا بك. حنا غادي نبارطاجيو معاكم بعدا شي حويجات راه وراتهم لي منى. يا هذه البنات شوفوا شوفوا ربي هذه الا دارتها بحال هكذا في سيجور ولا هذه منها ما كانت تسمعي فيها الوقت وداك الشيء منها ديكور زويونه. كاين زعما شحال من حاجه بحال هادو في بيت النعاس تيجيو زوينين. عندهم هادو دوف بحال هكا في بيت النعاس تيجيو رائعين وزوينين. بحال حتى توريني حتى دوك المبيخرات اللي صراحه رائعين. هادو هكذا فريخه تيجيو بحال هكا في السيجو تاع داك واحد المريضه شي هادشي البسيط صغير والله الا تيدخل لينا البيجا على الله الا والله. والدار الا ما كانتش فيها الديكور راه ما فيهاش الحياه. الديكور فراش يكون زويون. انا راه كنت في الدار ديال 19 مليون ونص داري ديال قل من السكن الاقتصادي راه كانت فيها غير 45 متر نهار بديت. هذيك الدار بنات الخير راني في الفراش ديالها والله العظيم الا التويب ديال 30 درهم وفرشتو جا رائع وكل شيء احمق عليه وضربات مليون مشاهده. الا كانت تاويل تكون المراه متوله تكون متوله تكون حامضه ربي وشكرها باللي عطاها لان العطاء الله سبحانه وتعالى لان العطاء من عند ربي سبحانه وتعالى. الا بغينا نوصلو راه تيعطينا ضروري من الجهاد راه ما غاديش يعطيك وانت كامل ضروري. بنادم ما خصوش يربي يديه ويبقى يقول لي ونتسنى هتجيني. 19 مليون ونص باش بديت كنت خدامه عند الناس في مكازا وكنت غير فوندوز عاديه وتنبيع وتناخذ غير صالير عادي وداكشي. ومن بعد بشويه 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 تيوصل لواحد شي حويجات زوينين. الله يفرحكم وتبارك الله على دنيا. ولكن شوفوا الوجه الخفي ديال دنيا هو الزوج ديالها تنقول ليه ربي يسهلك الله يعطيك على قد نيتك اسيدي رجال لانه واقف معاها كاين معاها حاضر معاها راه في الخفاء هو اللي جا دابا لقاها تتفتت في الكاميرا ويدي وجع الكيب. الله يكبر بك على الامونه بارك الله فيك. والله العظيم تهلايت والله لان الراجل اللي تيكون حنين هذاك راه رزق بحد ذاته وبشويه بشويه والله تتوصلي. شي تينيت زوينه والله ان شاء الله تهاد المره عاد تعرف شي دار تكون هكا ان شاء الله يا رب. نجيب منى هي الاولى ندخلها والله تجيب لها كادوية ان شاء الله. شوفوا البنات شوفوا معايا هذا راه فيهم هذا شوفوا هاد البلاطو هادو باش زوينين تيدار فيهم بحال هكا الروايح ديالك النعاس تيدار فيهم بخرا يدار فيهم اللي درتي تيجي زين تبارك الله صراحه زوينين. حتى هاد الدوغي كيعطي واحد المنظر زوين. صراحه زوينين شفتو الغوز ديالها رائع شوفو الزرير ان شاء الله حنا غادي نجيب لكم كاميرا وتشوفوا عاد كاين واحد المبيخره فيها بلاصه ديالها. ها هي هانتوما هو يدور دابا وشوفوا ها بحال دابا هانتي دنيا هذه راه بديعه الله تشري هاد الجمله وتشري لي فلوشيس وتتقاد وتهي تبارك الله الراجل ديالها اللي تيتعاون معاه تيجيبهم لينا للمكازا وتنشريهم من عندها تتحط معانا. ودابا باش زوينه هي تتجيب لينا تتبيع لينا بجمله واذا كان المدن اللي قرابين لمدينتها تتحط معانا سطور. وبنات سميتها ميزون ميزون فلور ميزون دي فلور تبارك الله تبارك الله عليك. راسي راه بعنا ميزون دي فلور تبارك الله على الرباطيه الواعره والله يسهل عليك. هانتي شوفي ها وريضاتك ها هما تبارك الله هانتي جبناهم وترزقنا فيهم الله وبعنا من داك الشرف هنايا ها هما تبارك الله عليك راه كيما روضه الصراحه. شتي العيالات اللي بغاو يدخلوا شي حاجه في الربح الراسي
باي حاجه غادي يبداو يديروها الله يسهل على كل واحد. تنقول لك كوراج نوضي خدمي، راه ماشي عيب نعاون، راه ماشي عيب، راه العيب هو اننا نبقاو نقروا ونبقاو حاجه اخرى مولا نمر ما خصهاش تلقى راسها اييه كيتخدمي ودمري وما تقدروش ماشي اوف 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 هذيك الطاقه السلبيه صافي نساوا اللي عطى الله عطاه ما عندناش وما خصناش الحمد لله ولكن نوضوا نصعوا على الرزق الله يسهل عليك وإلا قلبنا اليوم والله إلا خوينا قلبنا عليكم الله يحفظكم يا ربي هيا دوري الفنة عضوا الكاميرا وتبرك إن شاء الله تعجبوها اجبوا ليها في التعالي جبتوا واحد للناس بيهم السلطة ديالهم لوني ربي إن شاء الله تكتبوا ليها في التعالي وقولوا ليها شي حاجه اللي عجبتكم هنايا واش البخره هذه راه في واحد ولا البخره لا تواصلوا مع السيده عطيوها واحد الفال زويون من عندكم وتراح تعاونوا تراحموا راه تيقولوها وديما بنات الخير ديما الواحد ياخذ بالواجهه والداخل غادي يعلم بها ربي سبحانه وتعالى الله يسهل عليك دنيا مرحبا بك شرفتيني ونورتيني الله يبارك فيك كبرتي بيا انا ان شاء الله المعرض الجاي نشد لك طويبله معايا تنتمنى تكوني دايره شي حاجه وتحطي معايا الله يسهل عليها قبل المعرض ان شاء الله هادشي عندي مولا حتى الوجده ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي غادي نوريكم البنات لي زارتيكل اللي كاينين واعرين واعرين وانتم عطيونا افكار على لي زارتيكل وقولوا لي كما قالت لكم اختي منى لي كومونتير شنو عجبكم وشنو نقدر نزيد لحد باقي لينا هاد النهار البنات بغيت حتى تمشي تشاور معاكم عاد تاخذ شنو اللي الله يفرحكم يا ان شاء الله ان شاء الله يا نتوما البنات شوفوا هادو صراحه عجبوني انا البيخرات بعدا راهم مهبليني وهاد الديكورات ان شاء الله راني باغيه شي حاجه منهم شوفوا البنات معايا وقولوا لي عرفتوا هادو هبلوني اما البرارد شي حاجه واعر حتى هادو البنات زوينين هذه رائعه يا البنات وين نتوما عطوني فكره كما عطاتني منى زيدوا حتى نتوما محتاجين لكم زيدوا تعاونونا بالافكار ديالكم شوفوا هذه اللي قلت لكم عليها هذه المبيخره رائعه معها هذيك الطويصه داك اللقاد ديال الجمر